السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل lesson 3 في الكونسبت الثالث اللي هو كونسبت 1.3 ل grade 5 سنة 5 ابتدائي، اوكي؟ طيب خدنا اول عنوان الدرس اسمه بلاستيك بولوشن، اللي هو ايه؟ التلوث نتيجة البلاستيك. بسيطة صح كده؟ طيب عرفنا ان هيومن اكتيفيتي ان انشطه الانسان كانت بتعمل نيجاتيف افكت، بتاثر بشكل سلبي جدا، بتاثر بشكل وحش جدا على البيئه as an impact of نتيجه تاثير ان انا برمي الايه البلاستيك in marine environment. in marine ايه environment في البيئات الايه اللي هي فيها ميه. خلاص تمام اوكي. طيب يلا يا شباب، ال effect of plastic products on marine life. تعالوا نشوف تأثير البلاستيك اللي أنا برميه في المية ده على الحياة البحرية، الحياة اللي في المية. عارف بنت مارينا؟ بنت مارينا بتروح بتحب تروح منطقة مارينا، خلاص؟ في منطقة مارينا دي كانت كلها إيه؟ بحر وكده، صح؟ تفتكر marine life. أوكي؟ مارين يعني إيه؟ بحرية. خلاص؟ تمام؟ أوكي؟ يلا يا شباب. ماشي طيب، البلاستيك in the sea affect marine life. بيقول البلاستيك بيأثر طبعا في marine life، ملسقين نفس الجملة. Where whales، whales اللي هم الحيتان، وال sea turtles، يعني ايه turtles؟ اللي هي السلحفاء، سلحفاء، سلحفاء. تمام طيب، وال sea bird. أسأل بقى، أسأل أحمد أيمن. هو إيه السي بيرد؟ السيبر أه؟ طب عارف سهلة، ولا إيه؟ أه طب قول. أنا معاكي. أنا بس مصدوم من حاجة، أنت بتقول إيه؟ السي تيرتل ولا السي بيرد؟ سي بيرد. سي بيرد أه هو عبارة عن طائر ايوه يقدر يدخل في المية. نعم، برافو. عبارة عن طائر يقدر يدخل في المية، المية وياخد ايوه السمك ايه الشطاره ويتغذى دي، عليه. ايه الحلاوه دي، ايه الشطاره دي، ايوه كده. يا بس انا كنت بحاول كمان ابعت لك عشان انت فاكره السؤال بتاع اتنين دية اه لا انت دكتور ما يعني شاء الله كله ما عليك. غلط فيه. اه انا قعدت اكتب لك غلط، بس انت، كاتب انه لا انت شطور برافو. ماشي طيب، يبقى البلاستيك بيأثر على الويلز والتيرتلز والسي بيرد والفيش. cannot differentiate between، يعني ايه cannot؟ ما يقدرش. often يعني عادة. differentiate يعني ايه differentiate between؟ يفرق ما بين، هيفرق ما بين مين ومين؟ الريل فود والبلاستيك. هو ما بيفرقش بين ده وده، يبقى ديفرنشيت بتوين يعني ايه؟ يفرق بين. يعني ايه ديفرنشيت بتوين؟ يفرق بين. تمام؟ يعني ايه ديفرنشيت بتوين؟ يفرق بين. هي مسهل. ها والله لو حد جه سألني ديفرنشيت بتوين معناها ايه؟ هيزعل. ديفرنشيت بتوين يفرق ما بين، يفرق ما بين مين ومين؟ ريل فود وبلاستيك. الاقي حد عامل لي ريز هاند. ميس ميس، يعني ايه ديفرنشيت بتوين؟ تمام كلا، نو. ديفرنشيت بتوين يفرق ما بين، هو ما بيقدرش يفرق ما بين الاكل الحقيقي والبلاستيك. تمام اوكي طيب، عشان كده ما ترميش، حرام، ده كائن حي. ده كنت اقول ده بني ادم. ده حيوان. تمام روح خلاص، فحرام، حرام تفوتها وحرام تأذيها. خلاص يعني ايه توكسيك يا رضوى؟ يعني سام. انت عارفه انت عينك رايحه فين؟ يعني فين توكسيك دي دلوقتي؟ خليكي معايا والنبي، والله خليكي معايا يا حبيبي. ماشي طيب اوكي، تعالوا نشوف بقى التيرتلز ازاي السلاحف، السلحفات ماشي، ازاي السلاحف اللي في البحر get harmed turtles، يعني ايه سلحفة، ايه اللي انا بقوله ده؟ جمع سلحفة ايه بقى؟
حد يقول لنا جواز الحفاية. ماشي طيب، حاسه ان انا قلتها في النص بس نسيتها ايه والله. ما علينا. سلاحف، ايوه سلاحف صح. ما ايه سلاحف كانت سهله قوي. ماشي ايوه صح ماشي. طيب تعالوا نشوف بقى اتقاست ازاي من البلاستيك. تعالوا نشوف. في turtles cannot differentiate. يعني ايه differentiate between؟ يفرق ما بين، ما بيقدرش يفرق ما بين مين ومين. جالي فيش الايه اللي هو اسمه ايه اللي بيكهرب في سبونج بوب ده، اسمه ايه؟ القنديل. ما بيقدرش يفرق بين القنديل و a piece of plastic in the water. ما بيقدرش يفرق ما بين الجيلي فيش وايه و والبلاستيك في الميه. اه اللي هو شفيق. بالظبط شفيق في سبونج بوب. لا مش شفيق، زي اوكتوبوس. شفيق اسمه ايه ده؟ شفيق ده اسمه ايه ده؟ وانا ما زهايمر اللي كان النهارده اللي هو ايه اخطبوط. لا انما التاني اللي هو اللي كان بيصطاد سبونج بوب اللي بيكهربه ده، الجيلي فيش. تمام طيب، يبقى السي تيرتل ما تقدرش تفرق ما بينه ومين؟ الجيلي فيش والبلاستيك. يعني انت لو في البحر وجي جنبك كيس بلاستيك انت هتفتكره قنديل، ولو جه قنديل هتفتكره كيس بلاستيك. خلاص يبقى لما تيجي تبص كده كويس وتجري بقى. خلاص طيب، therefore التيرتلز عشان كده، therefore علشان كده. تمام معناها علشان كده. التيرتلز السلاحف eat a lot of plastic، بتاكل بلاستيك كتير جدا. thinking بتفتكره فاكره ان هو ايه جيلي فيش، يعني تاكله كتير فاكره جيلي فيش. الله جيلي فيش جميل وهو بلاستيك. خلاص فبالتالي البلاستيك ده يخش جوه جسمها ايه، يضرها خالص. تمام طيب اوكي، so sea turtles get harmed. يعني ايه عادة ايزي. تمام طيب نشوف اسئلة كل حد هنا. اه سلحفة بتاكل الاناديل، سلحفة البحر بتاكل الاناديل، سلحفة البحر sea turtles. قولي يا سيف. نعم يا سيف. نعم يا حبيبي. ميس بقول لحضرتك، ميس اللي هو السحلية دي لو طلعت بره مش هتقدر تاخد الأكسجين بتاعتها، ولا هتاخد؟ برضو هتبقى نفس هي؟ لا لا بتاخد عادي. يا ميس ما تنفعش الزوم خرجني، وأول حتة دي مسمعتهاش. مش مشكلة. بيقول لك ان احنا البلاستيك بيأذي حاجات كتير قوي. سمعتي اهم حاجة جزء الترتل ولا لأ؟ سمعتي ده ولا لأ؟ بس بيقطع مس سمعتي ده ولا لأ حبيبتي؟ دي. اه ايوه سمعته. بس دي اهم طب حاجة. مش هو فوق كان قايلها هو كمجمل، يعني هنا ابتدينا نشرحها. هي ايه دي؟ ايه دي مس؟ ايه دي؟ هارمد يعني تتأذي. هارمد. تتضر. اوكي تمام يلا يا جودي. عندي سؤالين. هو السيبر ده اللي هو النورس او النورس تقريبا، تقريبا متهيألي. مش مشكلة طب ماشي هي يعني. سوري فلت المايك. قولي يا توينز ميس هي ايه الكلمة دي؟ وريني. يا مستفز منك ليه؟ هو يا ايه مستفز كده منك يعني؟ ليه؟ ايه بقى الكلمة دي معناها ايه؟ ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش معناها ايه يا مستفز. قولي يا سيف. بس انا مش بس حضرتك قلت لي ايه، ما قلتش حاجة حبيبي. قلت ايه؟ ما قلتش حاجة. انا قصدي على الاكسجين جاز اما السحلفه دي بتطلع ايوه بره تطلع. اه عادي، ما السلحفه بتقدر بتبقى عادي بره وجوه مش مشكله. يعني بس بيموت. بيبقى ما بت... لا ب... بس لو على مدى طويل برضو بتحتاج ميه. فاه ممكن بعد فتره تموت، يعني بعد كام يوم كده. تمام عشان كده بنحاول نرجعهم للميه عشان يبقى ده مكان مناسب ليهم احسن. تمام طيب يلا بينا. How do coral get harmed by feeding on plastic؟ تعال نشوف الكورال حيوان المرجان. تمام لعن المرجان احمد مرجان. تعال نشوف بقى المرجان نفسه ده لما بياكل كان البلاستيك، عشان انا الكورال ده حيوان وعايش في كورال ريف. طيب البلاستيك برودكت
البلاستيك منتجات البلاستيك دي برودكتس، يعني منتجات البلاستيك get broken down، بتبدأ تتكسر. فاكر break down؟ يعني تتكسر. منتجات البلاستيك بتبدأ تتكسر ل small piece called microplastic. البلاستيك بيتكسر في المية، تمام، قوي، بيقعد يدوب كتير قوي لدرجة ان هو بيبقى مايكرو بلاستيك اصغر من حبة الرز، a grain of rice. بيصغر جدا جدا، يفضل يتحلل، يتكسر كتير 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 كتير، تمام. يبقى البلاستيك هي break down into ايه؟ مايكرو بلاستيك. يبقى البلاستيك برودكت بروك داون انتو ايه؟ مايكرو بلا. هتيجي. طيب الكورال بيعمل ايه بقى؟ بيبدأ يفلتر المية، بمعنى أصح أدي الكورال أهو بيدخل المية جواه ويطلعها من الناحية التانية، وهي داخلة بيشفط منها الإيه؟ الحاجات اللي جواها، أكل بقى، أي حاجة يقدر ياكلها، تمام. يبقى when كولر فلتر، لما يبدأ يفلتر السي ووتر تو جيت ذير فود، يبدأ يدخل المية جواه ويطلعها من الناحية التانية كأنه فلتر كده، بيدخل المية و بيدخل المية ويطلعها من الناحية التانية. ايه اللي بيحصل؟ بيخش المايكرو بلاستيك، يعني البلاستيك الصغير، ماشي، البلاستيك الصغير ده، تمام، as the base of food، تمام، كأنه ايه؟ كأنه اكل، تمام. فالكورة الايه؟ يتضر. so كورة get form، مش مكروب، مايكرو يعني صغير، مش مكروبيا تسنيم، مايكرو يعني صغير، جاي من مايكروسكوب، تمام. تمام، مش بقى اقول تاني اخر مرة، plastic product get broke down into smaller piece اسمها ايه؟ بلاستيك هيتكسر لقطع صغيرة اسمها ايه؟ microplastic. طب الكورة بياخد اكله ازاي؟ هو بيبقى عامل زي الفلتر، بيبقى اهو اهو ثواني اهو كده عايز ياكل، فالمية هنا اوكي مليانة حاجات كتير قوي. خلاص طيب، فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ هيعمل كده، ثواني اهو، تمام، يدخل ايه يا ابني؟ يدخل ايه؟ ها، يدخل الميه جواه يفلترها. طب بس الميه اللي داخله وطالعه من الناحيه التانية دي، طب ما الحاجات دي ايه؟ ده بلاستيك صح؟ ده بلاستيك، تمام. فالبلاستيك هيخش مكان الاكل، فبالتالي هتتضر، تمام. احنا مينفعش ناكل بلاستيك، خطر جدا، وبرضو الحيوانات، اي حيوان مينفعش ياكل بلاستيك. خلاص تمام، فهمناها. بيقول لي بقى نوت، large quantity، كمية كبيرة قوي من البلاستيك are thrown، بتترمي into environment، into marine environment. كتير قوي بيبقى ايه في المارين انفايرمنت، في البيئة، بنرميها كل سنة كتير قوي، تمام. most of them، اكترهم جاي منين؟ من اللاند، من الارض، يعني اللي على الشط يرمي وهكذا، تمام. في معلومة بيقول لي البلاستيك is very harmful، ضار جدا to marine organism. ليه؟ ضار جدا ليه؟ because they are toxic. انتي كنت هناك، toxic يعني ايه؟ سام. البلاستيك بيسمم الكائن، وشارب، حاد كده، مش سهل حتى في هضمه، لا ده شارب تقيل. يبقى ليه؟ give reason، السؤال ده جاي، give reason plastic are very harmful to marine organism because they are toxic and sharp، تمام يا شباب. طيب if the amount of plastic in sea or ocean increase، لو كمية البلاستيك في البحر والمحيط زادت، بلاستيك will harm marine habitat، اكيد البلاستيك هيضر الهابيتات، فيأثر على الاورجانيزمز اللي في السي والاوشن. عمال يهري في الكلام قد كده. رابع حاجة، people can decrease their use of plastic product، البيبول اللي يقدر يقلل في استخدامه للبلاستيك، تمام، نقدر نقلل. خلاص هتلاقي حتى الناس بره يعملوا ايه، مثلا تتفرج على فيديوهات ناس في المانيا وكده، يقول لك ايه، احنا بنستخدم كوبايات مثلا من الكرتون بدل بلاستيك، عشان البلاستيك بيضر البيئة. الكياس من، مش بلاستيك، لا، كياس من يعني تلاقيها ايه، زي الورق كده، عشان ايه؟ عشان نحافظ على البيئة. يبقى people can decrease their use of plastic product or recycle them، او يعيد تدويرها instead of، بدلا من
throwing them in the sea. يعني يا عم بدل ما ترمي لي بلاستيك في الميه، يا عم استخدمه في حاجه تانية بدل اللي انت عمال تعمله ده. اوكي تمام يا شباب، يلا الصح والغلط. يلا، when the amount of plastic increase in the water, the number of marine organisms increase. برافو يا روضة، برافو يا بتول، برافو يا عاصم، برافو يا همسة، برافو يا سلمى، برافو يا تسنيم. برافو برافو. تمام، يبقى ايه؟ إيه منى ليه كده يا منى؟ الكمية بيقولي دلوقتي لو بلاستيك زاد في البحر عدد الكائنات الحية هيزيد، ده هيموتوا أكيد يقلوا، يبقى ايه؟ غلط. تمام طيب، بلاستيك are very harmful to marine organisms as they are toxic and sharp. ها البلاستيك مضر عشان هو toxic سام وشارب. صح برافو عليك. كده نكون خلصنا شرح الدرس كله، شكرا جدا ليكم. لو عنده اي سؤال، اول حاجه انا زعلانه من الناس اللي ما بيعملوش كومنتات، اوكي، عشان انا برد على الكومنتات كلها، كومنتات قلت وانا زعلت خالص، ماشي، ولما تبعت لي كومنت سؤال هرد عليك، مفيش اي مشكله. ولو عندك اي سؤال برضه تقدر تبعت لي على الواتساب على 010-299-19-557، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشير لاصحابك وتعمل سبسكرايب يعني اشتراك في القناه، عشان اول ما انزل فيديو يجيلك ايه اشعار كده نوتيفيكيشن بيها. اوكي، وبعتولي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي عشان يبقى كله سهل معاكم ان شاء الله. شكرا جدا، باي باي. خلصنا يا شباب، شكرا جدا على اليوم الجميل ده.